السلام عليكم طلاب. اليوم رح ناخذ الجانب العملي مع المحاضرة الخامسة. المحاضرة الخامسة رح نبدي بيها نحكي عن السكال. إذا تتذكرون بالمحاضرة الثالثة حكينا قلنا من أخذنا موضوع البون من ضمن البيسك ستراكتشرز، قلنا البون يتقسم حسب البوزيشن مالته حسب مكانه إلى أكزيال skeleton ولا perpendicular skeleton. ومثل ما نتذكر انه الاكسيال skeleton هو يتكون من الجمجمة والعمود الفقري والقفص الصدري. المحاضرة الخامسة راح نحكي بيها عن السكال، عن الجمجمة وشنو مكوناتها. اول شغله بالجمجمه لازم نعرفها انه هي تتكون من كرانيال بونز وفيشال بونز، عظام قحفيه وعظام وجهيه. عظام تكون القاصه مال الجمجمه او تكون العلبه مال الجمجمه او هي تكونها للجمجمه، اللي هي عباره عن علبه او قاصه راح ينضم بداخلها البرين، راح ينحفظ وينضم بداخلها البرين. الفيشال بونز هي العظام الأمامية اللي تكون عظام الوجه، واللي طبعا تلتصق بها أيضا العضلات مال الوجه. هذا الجدول هو ليس للحفظ وإنما حتى التذكير، يساعدنا أنه نعرف شنو اللي نقرأ. فالكرانيال بونز العظام القحفية أو العظام اللي تكون الجمجمة هي عندنا الفرونتال بون، البارايتال بونز، الأوكسيبيتال بون، التمبرال بونز، الاسفينويد والاثمويد. اللي قدامها رقم 2 هذني معناته اكو عظمين من عندهن، واحد على جهة اليسار وواحد على جهة اليمين. واللي قدامهن بس رقم 1 ها معناته انه اكو عظم واحد فقط، فاحنا عندنا فرونتال بون واحد بينما عندنا 2 بارايتال بونز، اوكسيبيتال بون واحد بينما عندنا 2 تمبرال بونز، وهكذا. نفس الشيء بالنسبه للفيشال بونز او للعظام الوجهيه، عندنا الزايجوماتيك، المجزلة، النيزل، اللاكرمال، الفومر بون عندنا بس واحد فقط، بالاتاين، انفير كونكي، والماندبل عندنا فقط واحد. اوكي، هاي كمقدمة على السكال حتى نعرف احنا على شنو راح نبدي نقرأ. الكرانيال بونز او العظام اللي تكون التجويف او القاصة حسب ما يسموها مال الجمجمة اللي راح يقعد بداخلها البرين وراح تحفظه للبرين. اولا الفرونتال، هسه احنا مثل ما اتفقنا اي كلمة هي بداخل الدائرة الحمراء هي للحفظ. اولا الفرونتال بون، ومثل ما نشوف عظم واحد فقط. زين، الاسفينويد ايضا الاسفينويد عظم واحد فقط، بس هو باجزاء يسموها الجريتر وينج او بمثل الاجنحه، باجنحه كبيره واجنحه صغيره. الاجنحه الكبيره مالته تمتد من الطرفين، تمتد من اليمين لليسار، فلهذا السبب نقدر نشوفها هنا، نقدر نشوفها من هاي الصفحه ونقدر نشوفها من الصفحه الثانيه. اوكي، حتى اشوفكم فشي واضح راح اشغلكم ال 3 دي اطلس. اوكي، هسه اذا ننتقل لل 3 دي اطلس ايش راح نشوف؟ راح نشوف هاي الجمجمه. اول شيء اخذناه هو الفرونتال بون، هذا العظم، عظم الجبهه او العظم الامامي، عباره عن عظمايه واحده. ثاني شيء اخذناه هو الاسفينويد، هذا الاسفينويد هو همين عبارة عن عظمة واحدة فقط، ولكن تمتد من اليمين لليسار. إذا نشيل، لو فرضنا نريد نشيل مثلا هذا العظم، نشيل أيضا الزايجوماتيك، راح يبقى عندنا الاسفينويد، هذا الاسفينويد عظم واحد فقط. نشيل هذا همين ايضا، هذا عظم الاسفينويد،
يمتد من اليمين لليسار. طيب ايش عندنا بعد؟ عندنا عظم البارايتال، او خلينا نشوف اول شيء عظم الاثمويد، ناخذهم بالتسلسل. عظم الاثمويد ايضا عظم واحد فقط، خلينا نجي نشوفه بال 3D. عظم الاثمويد اللي هو يبين منه، وإذا نريد نشوفه هذا هو عظم الاثمويد. عظم واحد فقط يكون جزء من محجر العين، يكون الروف ايضا مال النيزل كافيتي. هذا بالنسبة للإثمويد. بعش عندنا البارايتال. البارايتال عندنا بعظمين من الجهتين مثل ما نشوفه هنا، هذا عظم بارايتال، شوف شلون، وهذا عظم بارايتال، فعندنا اثنين من عنده. زين، شنو بعد؟ تمبورال بون. التمبورال بون ايضا اثنين، هذا واحد temporal bone وهذا الثاني temporal bone. وآخر شيء عندنا الأوكسيبيتال. إذن العظام هذا الأوكسيبيتال اللي هو عبارة أيضا عن عظم واحد فقط. إذن العظام الكرانيال بونز إذن يكون مثل العلبة أو مثل القاصة ينحفظ بها الدماغ. أوكي. الفاشيال بونز اللي هن هذني تكون الواجهة الأمامية مال الجمجمة، اللي هي النيزل. النيزل عندنا اثنين، هذا واحد وهذا واحد. اللاكريمال بونز اللي هن هذني، هذا واحد وهذا واحد. انفيريور نيزل كونكا اللي هي عظماي هنا عظماي هنا. المكزيلا، خليني امسح هذني، المكزيلا ايضا عندنا عظم هنا عظم هنا. الماندبل عظم واحد فقط اللي هو هذا. البالاتاين عظمين هذني اللي باللون الاحمر، واحدة منا وواحدة منا. الزايجوماتيك همين ايضا عظمين، واحد منا واحد منا. واخر شيء عظم الفومر اللي هو هذا اللي بالنص، هذا عظم الفومر اللي هو باللون الأزرق. طيب sutures of the skull، مثل ما قلنا احنا بوحدة من المحاضرات مال basic structures، انه العظام مال الجمجمة تلتقي مع بعض بخطوط يسموها sutures، اللي قلنا هذني من النوع اللي هن joints، هن عبارة عن مفاصل، بس مو مثل بقية المفاصل، هذني عن عبارة عن مفاصل وحدة عظمة ملتحمة بالثانية. إذا نشوفها هنا، وإذا نشوفها أيضا بال 3D، مثل ما نشوفها هنا هذني السوتشرز مال السكال، كل عظم يلتحم مع العظم الثاني بخطوط اللي احنا سميناهن joints من النوع الفايبروس joint، اذن يسموهن السوتشر lines. اهم ثلاثة بالنسبة انه هن الساجيتال اللي هو هذا، والكورونال اللي هو هذا، واللامبويد اللي هو هذا. بال3D اذا نشوفها عندنا هذا الكورونال، هذا الكورونال اللي هو نقطة التحام الفرونتال بون ويا التو بارايتالز، يسمونه كورونال.
كورونا بالضبط، يعني مثل كأنما واحد لابس كراون أو لابس مثل الطوق على رأسه، فيسموه كورونا. الساجيتال هو نقطة التحام التو بارايتال بونز، هذني من يلتحمن مع بعض يسوون هذا الساجيتال بيناتهن. واللامبويد اللي هو نقطة التحام التو بارايتالز ويا الاوكسيبيتال يسوون هذا اللامبويد اللي هو على شكل مثلث او على شكل ثمانية او على شكل دلتا. هاي بالنسبة للسوتشرز او سكال. الفونتانيلز الطفل اول ما ينولد الجمجمة مالته مو مكتملة مثل الانسان العادي، لا اكو بيناتها فراغات. هذني الفراغات هن عبارة عن فراغات غضروفية، ورا ما يكبر شوية شوية يصير بهن اوسيفيكيشن، يصير بهن تعظم، يتعظمن وتنسد هاي الفراغات. بس مبدئيا اول ما ينولد عنده هاي الفراغات اللي براسه. اللي اول فراغ اللي هو للامام يسموه انتيرير فونتانيل، اللي هو ما بين هذا البارايتال بون هذا البارايتال بون وهذا الفرونتال بون، هذا هو الانتيرير فونتانيل. والبوستيرير فونتانيل اللي هو ما بين البارايتال والبارايتال والاوكسيبيتال اللي هو هنا انا صاير. إذا من الجانب الباوع نشوف الانتير فونتانيل صاير هنا بقمة الرأس. إذن عندنا أهم تو فونتانيلز بالطفل أو بالإنفنت بالحديث الولادة، هو الانتيرير فونتانيل والبوستيرير فونتانيل. طيب الموضوع الثاني هو الكرانيوم. الكرانيوم هو معناته داخل الجمجمة. الجمجمة من الداخل تتقسم إلى ثلاث أقسام يسموها، أول قسم يسموه الكرانيال فوسة اللي هو هذا anterior cranial fossa اللي هو مثل فد تقعر يقعد به جزء من الدماغ. أول تقعر بالجمجمة من الداخل هو الانتيرا كرانيال فوسا. ثاني تقعر هو راح يكون الميدل كرانيال فوسا باعتبار أنه هو بالنص صاير. وآخر شيء أكيد البوستيرير كرانيال فوسا. صورة جانبية توضح هذا هو البوستيرير كرانيال فوسا، هاي الميدل. طبعا البوستيرير كرانيال فوسا مثل ما نشوف قاعد بها السيربيلم، السيربيلم اللي هو المخيخ، عندنا مخ وعندنا مخيخ. الميدل كرانيال فوسا قاعد بها ايضا التمبرال لوب مال البرين، والانتيرير او الفرونتال كرانيال فوسا قاعدة بها الفرونتال لوب مال البرين. فلهذا السبب هذني تم تسميتهن كل وحدة وش تشغل، أو كل وحدة شنو اللي شنو أي جزء من الدماغ يقعد بها بالضبط. انتيرير للأمام، بوستيرير للخلف، وميدل بالوسط. هذني كلش مهمات الأجزاء مال الكرانيوم. زين نجي نشوف العظام مال الجمجمة واحدة واحدة. اولا الفرونتال بون، شنو بي الاشياء اللي تهمنا الفرونتال بون؟ الفرونتال بون بها نيزل بورشن اللي هو جزء من عدها يساهم بتشريح الانف، فلهذا السبب سموه نيزل بورشن. عدنا بها اوربيتال بارت، جزء من عدها اللي هو هذا يساهم بتشكيل الاوربت اللي هو محجر العين.
بيها فتفتحة صغيرة هنا، هاي يسموها سوبرا أوربيتال فورامين، لأن باعتبار أنه هي هنا الأوربت فهي فوق الأوربت، فسوبرا أوربيتال فورامين عبارة عن فتحة صغيرة، فورامين فتحة، سوبرا أوربيتال فورامين بها هذا الجزء يسموه زايجوماتيك بروسس، لأن رح يكمل ويا الزايجوماتيك بون فسموه زايجوماتيك بروسس، وبها هذا الجزء اللي هو السوبرا أوربيتال مارجن، بما أنه فوق الأوربت فهو سوبرا أوربيتال، وبما أنه هو عبارة عن حافة فإذن هو مارجن، سوبرا أوربيتال مارجن. إذن الفرونتال بون هاي الأشياء المهمة اللي بي اللي يحتاج نعرفها، إنه بي نيزل بورشن يشكل جزء من الأنف، بي أوربيتال بورشن يشكل جزء من الأوربت، بي سوبرا أوربيتال فورامين هاي الفتحة الصغيرونة، بي زايجوماتيك بروسس هذا الجزء من العظم اللي هو راح يلتحم ويا الزايجوماتيك بون، وبها السوبرا أوربيتال مارجن اللي هو عبارة عن حافة صايرة فوق الأوربت. هذا بالنسبة للأوربيتال بون. رقم 2، البارايتال بون. البارايتال بون عندنا بس لازم نعرف انه مكانه وين صاير. اذا اجاك تأشير فهذا بارايتال بون، اذا اجاك تأشير هنا فهذا ايضا همين بارايتال بون، واذا اجاك تأشير من السوبيريور فيو فهذا ايضا بارايتال بون. فاذا هسه عرفنا شنو البارايتال بون وين موقعه بالضبط. زين، التمبرال بون ايضا يحتاج نعرف موقعه وين بالضبط، اللي هو هنا، ومثل ما قلنا اذا اريد نشوفه بال3D فهو هذا التمبرال بون من هاي الجهة، وهذا ايضا التمبرال بون من هاي الجهة. طيب، التمبرال بون اذا نشلعه ونشرحه له بحد ذاته، بالنسبة لنا كأطباء أسنان التمبرال بون كلش مهم. أولا، تمبرال بون بي زايجوماتيك بروسس اللي هي هاي الذراع يسموها زايجوماتيك بروسس، بي ستايلويد بروسس اللي هي فد عظماية مثل السهم أو مثل الرمح نازلة يسموها ستايلويد بروسس، بي الماندبلر فوسة اللي هي هاي، وهاي كلش مهمة طبعا بالنسبة لنا كأطباء أسنان، لأن الفك الأسفل راح يتمحور وياها، فإذن لازم نعرف مكانها بالضبط، هاي يسموها الماندبلر فوسة، وبي الاكسترنال اوديتوري مييتس أو الفتحة السمعية الخارجية. هاي الفتحة السمعية الخارجية اللي هي تكون قناة السمع أو قناة الأذن، شيء أكيد هي جاية من برا راح تدخل لي جوا داخل البرين، فلازم تكون بها فتحة خارجية وبها فتحة داخلية. هاي الفتحة الخارجية مال external auditory meatus، ومثل ما قلنا هاي المandibular fossa اللي راح يتمحور وياها الفك الأسفل، هاي الستايلويد بروسس هاي مهمة لأن أكو عضلات راح تلتصق بيها، وأكو أيضا أربطة راح تلتصق بها همينة تدخل بتشريح الفك الأسفل، وعندنا هاي الزايجوماتيك بروسس هاي تعتبر landmark أو نقطة دالة لهواية أشياء تشريحية تهم طبيب الأسنان، من أعصاب إلى شرايين إلى أوردة. هذا بالنسبة للاترال فيو إذا احنا دا نشوفه من الخارج. إذا قلبنا وشفناه من الداخل شيء أكيد راح نلقى بي internal auditory meatus اللي هي هاي الفتحة السمعية الداخلية، مثل ما قلنا إذا أكو external فمعناته أنه أكو internal. zygomatic process همينة من الجهة الميديال أو من الجهة الداخلية، والستايلويد process هذني الأشياء المهمة من الداخل أو من الميديال فيو، زايجوماتيك بروسس، ستايلويد بروسس، أو انترنال أوديتوري ميتس. ومن اللاترال فيو همين الزايجوماتيك بروسس والستايلويد بروسس الاكسترنال أوديتوري ميتس، وينضاف لها الماندبلر فوسة. إذا نريد نشوفه هنا بال3D فهو هذا التمبرال بون
هاي الاكسترنال اوديتوري ميتس، هاي الستايلويد بروسس، هاي الزايجوماتيك بروسس، وهنا عندنا هاي الماندبلر فوسا. من الداخل قلنا اللي راح يهمنا هي الانترنال اوديتوري ميتس، زايجوماتيك بروسس، والستايلويد بروسس. هذا بالنسبة لتشريح التمبورال بون. الأوكسيبيتال بون أيضا بي كم لاند مارك تهمنا بي، مثل ما عرفنا هو هذا الأوكسيبيتال بون. أوكسيبيتال بون إذا أجانا تأشير هنا فنكتب أوكسيبيتال بون. هذا الخط أو اللاين هذا اسمه superior knuckle line، superior knuckle line. طبعا أكو supreme اللي هو أعلى من عنده، وأكو inferior اللي هو أنصى من عنده، بس احنا راح ندرس superior knuckle line. وعندنا external occipital protuberance. شنو هذا الاكسترنال occipital protuberance؟ هي هاي النقطة، عبارة عن مثل التحدب أو النتوء بعظم بالأوكسيبيتال بون، يسموها protuberance. protuberance معناته مثل الفد نتوء، وبما أنه على عظم الأوكسيبيت فراح يسموه occipital protuberance، وبما أنه هو للخارج خارج العظم أو على السطح الخارجي مع العظم فراح يسموه external occipital protuberance. بعد شو يحتاج أيضا نعرف بالoccipital bone؟ occipital bone نعرف أنه هو ينطينا فتشي اسمه foramen magnum، الفتحة العظيمة هاي اللي يطلع من عندها النخاع الشوكي، يسموها foramen magnum. foramen هي عبارة عن فتحة، magnum معناته شيء عظيم، magnum. ففوريمن ماجنم فتحة عظيمة أو فتحة كبيرة اللي يطلع من عندها النخاع الشوكي السبينال كورد. وآخر شغلة هم يحتاج نعرفها هي الأوكسيبيتال كوندايل. أوكسيبيتال كوندايل هي عبارة عن فد مكان شكله بيضاوي موجود بالأوكسيبيتال بون، فائدته إنه يتمحور ويا أول فقرة، أول فقرة عنقية أو يسموها الأطلس. وجت تسمية أطلس من الميثولوجيا أو من الميثولوجيا الإغريقية القديمة، إنه الإله أطلس شايل الكرة الأرضية فوق كتفه، فلهذا السبب سموها فقرة الأطلس، لأن هي اللي راح تحمل الجمجمة. زين، إذا نريد نجي نشوف ذني على الـ 3D، هذا هو الأوكسيبيتال بون. السوبيرير نكل لاين اللي هو المفروض هنا، خلينا نشوف إذا عزلنا للبون. اوكي، هذا superior knuckle line، هذا external occipital protuberance، هاي foramen magnum اللي راح يطلع من عندها ال spinal cord، وهذني الأوكسيبيتال كوندايلز اللي راح تقعد عليهن الفقرة الأولى، الفقرة العنقية الأولى.
external occipital protuberance superior neckline ممكن شو بين هنا foramen magnum والcondyles. عندنا عظم السفينويد. عظم السفينويد أيضا يكون جزء من الكرانيال فولت. من الأمام هذا هو السفينويد بون، نقدر نشوفه من داخل محجر العين. من الصفحة هذا هو السفينويد بون. من الداخل من داخل الجمجمة هذا هو السفينويد بون. شوف شلون بيجناح عبالك فراشة. إذا أخذنا lateral view أو مقطع جانبي هذا هو السفينويد بون. إذا نجي ناخذه هو نفس السفينويد بون ونشرحه راح نشوفه بهذا الشكل. السفينويد بون مبدئيا يتكون من فتشي اسمه greater wing جناح كبير ولسر وينج جناح صغير. هذا الجريتر وينج هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. عنده تو وينجز، عنده جناحين كبار وعنده جناحين صغار اللي هنا باللون الأخضر. أول علامة تشريحية عندنا هذني الفتحات الصغار وبيناتهن مثل قناة، هاي يسموها أوبتيك كانال. الأوبتيك كانال اللي هي من عندها راح يطلع الأوبتيك نيرف أو العصب البصري. زين، فوقها شنو؟ فوقها أكو فتشي فت ستراكتشر اسمه سلة تورسيكا. ليش هاي مهمة السلة تورسيكا؟ لأن هاي تقعد عليها البيتويتر جلاند الغدة النخامية اللي هي أهم غدة موجودة بجسم الإنسان. سلة تورسيكا جاية من انه هاي الـ هاي ستراكتشر او هاي القاعدة تشبه السرج مال الحصان، فلهذا السبب سموها سلة تورسيكا. وسلة تورسيكا هي كلمة تركية على الاكثر. فاذا اول تو ستراكتشرز الاوبتيك كانال اللي هي يطلع من عندها الاوبتيك نيرف، والسلة تورسيكا اللي تقعد بداخلها الغدة النخامية البيتويتري جلاند. زين، شو عندنا بعد؟ عندنا superior orbital fissure ما بين الجناح الصغير والجناح الكبير، اكو مثل الفتحة او gap. هاي الفتحة أو الجاب أو فراغ، هذا الفراغ يسموه superior orbital fissure. همينة تدخل من خلاله ستراكتشرات مهمة تروح للعين، شرايين على أوردة، فيسموها superior orbital fissure. الجناح الكبير مال السفينويد بون بثلاث فتحات مهمة. أول وحدة لي فوق يسموها فوريمن روتندم. روتندم جاية من شي روتيتري أو روتيت، وكأنما فت شي دائري. فوريمن روتندم الفتحة الدائرية اللي شكلها على شكل دائرة. فوريمن أوفالي هاي صايرة رقم اثنين جواها شكلها بيضاوي من أوفا أوفام فوريمن أوفالي فتحة بيضاوية. وفوريمن سباينوزم هاي الفتحة الصغيرونة يسموها فوريمن سباينوزم اللي هي صايرة بالسباين مال
الجريتر وينج. آخر ستراكتشر بالسفينويد بون هي التيريجويد بروسيسز. التيريجويد بروسيسز تتقسم إلى قسمين: lateral plate على جهة الجانب، وميديال بليت على جهة الميديال أو للداخل. إذن بالنسبة للتشريح الداخلي مع السفينويد بون، شي همنا من عدة نرجع نراجعها من جديد. يهمنا الأوبتيك كانال اللي من خلالها يدخل الأوبتيك نيرف العصب البصري. يهمنا السلة تورسيكا اللي تقعد بداخل الغدة النخامية والبيتوتاري جلاند. طيب عندنا سوبيريور أوربيتال فيشر اللي هو عبارة عن فتحة أو فراغ تتكون ما بين الجريتر وينج الجناح الكبير والجناح الصغير اللسر وينج. عندنا ثلاث فتحات موجودة بداخل الجريتر وينج أو الجناح الكبير: فورامين روتندم صايرة لي فوق شكلها دائري، فورامين أوفالي صايرة لي جوا وشكلها بيضوي، وفورامين سباينوزم صايرة صغيرونة آخر شي لي جوا. بعد شي همنا قلنا هاي باللون الأصفر يسموها التيريجويد بروسيسز، النتوءات التيريجويدية أو الأطراف التيريجويدية، واللي همنا من عندها نعرف حسب الاتجاهات التشريحية إنه وحدة إلى جهة اللاترال فنسميها lateral plate، وحدة إلى جهة الميديال باعتبار إنه هذا الميدلاين فنسميها ميديال بليت. إذا نريد نشوف السفينويد بالتشريح أو بال3D، هذا هو عظم السفينويد، هذا الجناح الكبير مالته، هذني التيريجويد بروسيسز هاي صارت لي جوا، وحدة جهة الميديال وحدة جهة اللاترال. إذا نريد نعزله واحدة مثل ما بالصورة، عندنا هذا الجناح الكبير جريتر وينج وهذا اللسر وينج، ما بيناتهن أكو السوبرير أوربيتال فيشر، هاي الأوبتيك كانال اللي يدخل من عندها الأوبتيك نيرف، هاي السلة تورسيكا اللي تقعد بيها الغدة النخامية، هم يشوف شون على شكل سرج تجي الغدة النخامية تقعد هنا. بعد شنو الأشياء اللي قلنا تفيدنا بي؟ فورامين روتندم، فورامين أوفالي اللي هي هاي، وفورامين سباينوزا. شنو بعد قلنا يفيدنا أو يهمنا بالسفينويد بون؟ هي التيريجويد بروسيسز، الأطراف التيريجويدية اللي هي وحدة على جهة اللاترال فنسميها لاترال تيريجويد بليت، وواحدة على جهة الميديال نسميها ميديال تيريجويد بليت. طيب بقى عندنا الإثمويد بون. الإثمويد بون هو عبارة أيضا عن عظم واحد بالإثمويد سيلز أو الإثمويد ساينسز أو الجيوب الإثمويدية، وبالبربندكولر بليت اللي هي تكون جزء من السبتم من الحاجز أو من العظم الوسطي مال الأنف. الإثمويد بون لي فوق أكو في التركيب اسمه كريبري فورم بليت. إذا نجي نشوفه هنا بال3D، هذا هو الإثمويد بون، عظم صغير ولكن مهم يدخل بتشريح الأنف. هاي هالشكل من الأمام.
هاي بالإثمويد بون اسمها كريبري فورم بليت. كريبري فورم بليت ليش مهمة الكريبري فورم بليت؟ لأن مثل ما تشوفون بها هاي الثقوب الصغار جدا. هذني الثقوب من خلالها تدخل الأولفاكتوري نيرفز، الأعصاب المسؤولة عن عن حاسة الشم، فلهذا السبب هي مهمة. أي دامج إلها أو أي إصابة من الممكن أنه تأذي الأعصاب مال حاسة الشم، وبالتالي الإنسان يفقد الشم عنده. فلهذا السبب كريبري فورم بليت بيها كريبري فورم فورامينا، هاي النقاط الصغار. إذن النقاط الصغار هي الكريبري فورم فورامينا أو الثقوب، ثقوب الكريبري فورم. شنو بعد بي الإثمويد بون؟ بي الأوربيتال، أوربيتال بليت اللي هي هذا الجانب مالته يسموه أوربيتال بليت. ليش؟ لأن هو يكون جزء من الأوربت، من محجر العين، باتجاه محجر العين يكون جزء من محجر العين، فلهذا السبب سموه أوربيتال بليت. بعد شنو بي الإثمويد بون؟ بي الإثمويدال سيلز أو الإثمويدال ساينسز، نياتهم صح، اللي هن عبارة عن هذني، هاي الجيوب، هاي الفراغات يسموها الإثمويدال سيلز أو الإثمويدال ساينسز. شكو بي بعد الإثمويدال بون؟ بي البيربنديكولار بليت اللي هي هاي البيربنديكولار بليت اللي هنا بال3D تبين هالشكل. هاي بليتا كلش كبيرة وتكون السبتم مال الأنف. بعد شنو بي؟ بي الميدل نيزل كونكا اللي هي صايرة لي جوا، والسوبيريور نيزل كونكا اللي هي صايرة لي فوق. هذني عبارة عن أجزاء صايرة بهذا الشكل تحوي على أغشية مخاطية مال الأنف، واللي عادة هي هاي اللي يصير بها التهابات وتسوي مشاكل. فبيها اثنين، بيها superior nasal conca صايرة لي فوق، وبيها middle nasal conca، هاي superior nasal conca وهاي middle nasal conca. وآخر شي بالإثمويدال بون أكو في استراكتشر اسمه كريستا غالي. كريستا غالي ليش مهم؟ لأن الديوراماتر أو واحدة من الأغشية اللي تغطي الدماغ أو السحايل اللي تغطي الدماغ تلتصق بيها، فلهذا السبب من الممكن إنه أي ضربة قوية موجهة لهاي المنطقة تشق لهذا الغشاء ويبدي ينزل السائل مال السحايل، يبدي ينزل من الأنف. أوكي، خلينا نراجع الإثمويدال بون نشوف شنو الأشياء المهمة بيه. مثل ما قلنا أول شيء عندنا فتشي اسمه كريبري فورم بليت اللي هي عبارة عن بليتة. بداخل هاي البليتة أكو فتشي اسمه كريبري فورامينا، ظروف صغار. قلنا فائدة هاي الظروف هي تنقل الأعصاب الشمية، فلهذا السبب هي مهمة. عندنا جزء من الإثمويدال بون يسموه أوربيتال بليت أو البليتة الأوربيتية اللي هي الجانب مالتها على الأوربت، على محجر العين، فنطوها اسم أوربيتال بليت. عندنا أيضا هذني الفراغات بداخل الإثمويدال بون سميناهن إثمويدال سيلز أو ساينسز، أي وحدة تكتب من عدهن هي صح. عندنا بليتة عدلة، فبما أنه هي عدلة ومستقيمة سميناها بيربنديكولار بليت. عندنا تركيبين حلزونيا، واحد هالشكل واحد هالشكل، اللي فوق
سميناه superior nasal conca، واللي اللي جوه سميناه middle nasal conca، ما سميناه inferior، لا سميناه middle nasal conca. وآخر شيء عندنا هذا التركيب اللي هو مثل المثلث، سموه كريستا جالي، اللي هي نقطة التساق السحايا مال الدماغ، الأغشية اللي تغلف الدماغ. هاي أيضا صورة أخرى للإثمويدال بون، هاي الكريبري فورم بليت، أو إذا حتى إذا كتبت كريبري فورم فورامينا همينة صحيح، أي شيء يجي ببالك أي شيء تتذكره تكتبه هو صحيح، كريبري فورم بليت أو كريبري فورم فورامينا صحيح. هذا الستراكتشر مثل ما قلنا هو الكريستا جالي، وهاي البليت العدلة، هاي اسمها perpendicular، من اسمها perpendicular plate. وبهالشكل نكون خلصنا الجانب العملي من المحاضرة الخامسة. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق.